صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 4 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعد تشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل برئاسة الشيخ الدعيج بن سلمان بن مبارك الخليفة وعضوية كل من سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة الشيخ أحمد بن محمد بن دعيج الخليفة الدكتور خالد أحمد حسن السيد فوزي عبد الله ناس السيد حيدر رافع الزعبي الدكتور بشار مصطفى السيد وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة